مدرج. ابغى اسالك الحين، البطوله هذه بتخفف الضغط على كاسترو؟ انت تعرف تعقد بعض المحنكين افكار المدرب ما عنده افكار ولا ينخفض. حلو والله ما يقرا ما يقرا هذه سوالف والله سوالف. طبعا انا ماني مع المدرب ولا ضد المدرب، بس في نوعيه كذا يقول لك والله يا اخي افكار مدرب. انا ما عندي مشكله في ذا اللي قاعد يقوله، انا عندي مشكله في اللي يصدقه. بالتاكيد حلو افكار المدرب وطريقه المدرب الحقيقه ما عنده افكار والحلو جديدة. وليس لديه ولا يقول لك وش الفكره القديمه ولا يقول لك وش الفكره الجديده. ولا وحوسه. الان هذا اللي صار اليوم يخفف الضغط على كاسترو، يصير المدرب يقدر يشتغل بهدوء اكثر. لان طبعا شوف النصراويين عندهم اوكي فايزين، بس خلينا نقول لكم هالكلمه يعني تحملوها. من النصراويين عندهم مبدا في الحياه، ترى النصر لو خسر اليوم المدرب سباك، لازم يجيبون حارس اجنبي، فوفانا مقلب، ساديو ماني ما له نفس يلعب مع النادي وخلاص، وصل طفش وحقق كل طموحاته، جاهز. نعم كريستيانو رونالدو مجرد لاعب في مواقع التواصل الاجتماعي يأثر، ترى هذا فكر النصراوي. اليوم فاز حققوا بطوله، فراح يترك هذا كله يعني في حاله. هل هذا يخفف الضغط على المدرب، يخليه شوي يشتغل ويفكر في الخانات اللي ناقصه؟ بس بالتاكيد. الشيء الثاني خلينا نقول فيما لو خسر النصر المباراة هذه مع الطرد، أغلب المنصفين يقولون برافو عليك نادي النصر، الأداء اللي سويته خلينا نقول حقق الهلال التعادل وانتهت المباراة بشيء ما يتمنى النصراوي. ولكن اللي اشتغله المدرب مع اللاعبين مع الطرد مع الظروف اللي حصلت قبل المباريات، الإجهاد اللي قاعد يصير والظروف اللي جت في وسط المباراة، بالتأكيد بقول شكرا لنادي النصر اللي قاعد انت تلعب وتقدم الأداء هذا. لذلك انا بالنسبه لي ماني من محللين النتائج، انا من محللين الاداء اللي قاعد يصير، لان النتيجه في النهايه هدف وقفل الملعب، بس انك ما تقدر تواصل فيه. مباريات الكؤوس مختلفه، يجي فريق من درجه ثالثه يفوز على فريق بطل في المباراه في النتيجه، يجي فريق ما عنده سوء حظ نتائج، يجي فريق الظروف وسط المباراه تخذلك. ولكن انت جيت تقيس عمل المدرب، لا قسه في موسم كامل وطريقه ادارته للمباراه.